انسى يا نديم. يا ريتني قادر انسى يا نعمه، ما كنت زماني هنا دلوقتي. يا اخي انا ما شفتش بجاحه بعد كده، خلاص ما بقاش حلتي حاجه، ما انت قلبتني وخدت اللي ورايا وقدامي، عايز مني ايه تاني؟ نعمه مش هينفع الكلام هنا، يلا بينا على الفيلا وهناك بقى نتكلم براحتنا. انه فيلا دي اللي نصبت عليا وخدتها مني؟ عيب عيب يا نعمه، ما تقوليش نصبت، انا مهما كان برضو جوزك وفي الاخر احنا الاثنين واحد يا حبيبتي. لا يا حبيبي، طول عمرنا هنفضل اثنين وعمرنا ما هنبقى واحد، انسى. يا نعمه يا نعمه، انا بحبك وباقي عليكي. مش بقولك بجح نديم، انا لا يمكن ارجع لك ابدا حتى لو كنت اخر راجل في الدنيا. عارف ليه؟ لاني عمري ما هحس بالامان طول ما انا عايشه مع راجل نصاب زيك. ما انا يا حبيبتي لو اضمن اني لو رجعت لك الفلوس دي هتفضلي جنبي، والله كنت رجعتها لك. لا يا حبيبي انا مش عايزك ترجع لي حاجه. عارف ليه؟ لان انا عارفه هاخد فلوسي منك ازاي يا نديم، وهتشوف. لا اله الا الله. يا نعمه يا نعمه، انا لغايه دلوقتي بكلمك بالذوق وبالود، ما تخلينيش اجبرك تيجي لحد عندي بالقانون. ليه يا حبيبي؟ تكونش فاكرني وليا سهله ولا قللت الحيله؟ يعني هتعملي ايه يا نعمه؟ لا ده انا هعمل كتير قوي، جرب كده وانت هتشوف. يا نعمه اخر مره. ايوه ايوه حنان. ايه 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 مالك؟ في ايه؟ طلق؟ حاسه انك بتولدي؟ طيب 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 انا جاي لك حالا، مسافه السكه. نعمه الكلام بينا لسه ما خلصش يا حبيبتي. ها لا بالنسبه لي انا يا اخويا خلص. يلا اجري على الصنيوره بتاعتك، خليها تجيب لك جحش صغير زيك. جاتك العرب انت وهي. انت ايه اللي جابك هنا تاني بعد اللي عملته؟ يا مختار انا جيت هنا عشان محتاج مساعدتك. ليه العيل البجح ده يا ربي؟ بقى بعد ما ضحكت على اختي وخدت فلوسها عايز مساعدتي؟ وانا مستعد ارجع لكم كل اللي خدته. هترجع 10 مليون جنيه؟ ايوه بس تقنع نورة انها توافق ترجع لي. الله 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 الله. ايه ده؟ ايه اللي غيرك كده؟ ابدا، كل الحكايه ان انا كنت جعان وشبعت. وانت ان شاء الله بقى لما ترجع الفلوس هتعيش من ايه؟ يا مختار انا بقيت واحد تاني، انا عندي دلوقتي شركه راس مالها 40 مليون جنيه. 40 مليون جنيه جبتهم منين؟ انت ناسي ان انا معايا ماجستير اقتصاد ودماغي دي تتاقل بالذهب؟ ده لو 40 مليون يبقى دماغك دي حته الماز مش تتاقل بالذهب. الفلوس ما بقتش تهمني دلوقتي، بقى عندي منها كتير. انا كل اللي يهمني دلوقتي ان ارجع اخد ابني ومراتي في حضني. لا حول ولا قوه الا بالله، قطعت قلبي. يا مختار افهمني، انت اخوها الكبير، يعني لو كلمتها ممكن تقتنع. انت مش هترجع لها فلوسها؟ طبعا، وكاش كمان لو وافقت. إذا كان كده ماشي، يعني أعتمد على الله ثم عليك؟ تطمن يا أبو ياسين، إحنا بنعمل عمل خير، ويا بخت من وفق راسين في الحلال.